بونجور بونجور، كيفك نعم؟ أهلين حبيبي، اقرالي هالخبر. شو رأيك فيه؟ من أي ناحية؟ ما لفت نظرك شيء؟ مثل إيش؟ ولو سلامة فهمك، هذا نداء من مالك بيك الجرباء. لمين؟ إلي أنا. إيه صح مزبوط، عم يقول عودي يا نعيمة، يعني أنتي. وشو بدك تعودي؟ هيك عم فكر. إيه يلا. لو بدي أرجع لحالي ما كنت بعت وراك. كيف يعني؟ أنت بدك تروح تفسد علي. بس أنا ماني فساد. بعرف، بس بدك تتظاهر إنك شفقت عليهم وما قدرت تخبي الحقيقة. ليش؟ لحتى هنن يرقدوا ويرجعوني. وليش بدهم يرجعوكي؟